ابتدي اول سؤال، هل اسمك الحقيقي حمو بيكا؟ لا، اسمي الحقيقي حمو النيل. كنا نقلعه الانسيان ده اللي عايز تقلع الانسيان؟ انت مش انسيان يلا. خدت كام لما مضيت فيلمك الجديد مع احمد السبكي؟ لا انا ما خدتش فلوس يا ابله، انا خدت نص عجل بالعفشه بتاعته. بيقولوا ان صوتك لا يصلح يكون مطرب. عادي، مش مطرب، انا راجل مؤدي. مؤدي لفين بقى، لمصر الجديده ولا الحدائق الاب؟ اختلفت انت ومجدي شط على ايه؟ طفشت انا وهو خزنه ومرضيش ينصص معايا. ايه ده ايه ده؟ لا تحب الكامور يا حمو؟ لا لا، طب يا جدعان ما ساعه ارميز ارميز يعني انت جابك. تقلقش يا استاذ هاني، انا هاخد لك حقك. لا حول الله يا رب. انا هاخد لك حقك يا استاذ هاني. ارميز تخش النقابه تكسرها كده، حظك. يلا بص، الكابوريا نتي ما تلاقيهاش في عضوره، تأمرنا حمو. لا لا عيب حمو. ايوه انا بس. ايوه ايوه، انت مش اسكندراني؟ في اسكندراني خمس بنت الجيران. بنت الجيران شغله لنا عنيا، وانا في المكان في خلق حواليا، وانا في المكان ورامس حواليا. عليكم مقلب تخلي العقل مجنون. والجيني تلاقيني لسه بخيري، وهدومي مبلولة مش عارف اروح ازاي. رامز، ايه رأيك في رامز جلال وايه رأيك في اللي بيعمله في برامجه؟ بكل وضوح اشوفه اوفر صراحة. شوفه اوفر ليه؟ ما ادري شلون، احسه مزعج. والله يلعن ابليسك يا ملعون، شو اللي جابك؟ انت مش لسه جاب سيرتي؟ الله يلعن ابليسك يا ابن الحلال. انا اوفر يا ابو عسيري. والله اوفر يا ابني. خلاص بقى، انت كفايه بقى خلاص. بتقولي رامز جلال نجم اليوتيوب من غير صدق في الاداء؟ خليتها خل على فكره، انت خليتها مش حاسس بيكي. خليتها خل. اوكي، هي ايه اللي خليتها خل؟ تحب تعابين؟ ها عايز ايه؟ رامز جلال. طب اقول لك على حاجه؟ لا. يلا رامز جلال نجم اليوتيوب. طب الحمد لله ابو علي حبيب ابو يا نهار اسود. خطو عزيزه بتعرف بكل ميزنا بميزه. ده شد بعد نهار اسود. ايه ده شد؟ برافو. ايه ده شد؟ لا انت فتحت سبرنت. ايه ده في زرافه تيجي. وداع يا دنيا وداع، انا اللي باع وما كملش. الحياه لو بيك او من غيرك دي هتمشي. سلام يا حب سلام، ما عادش غرام ما فيش راحه. مين فتاه احلام شاكوش؟ بنت الجيران طبعا. عايزه تبقى عامله ازاي؟ عايزه تبقى عامله ازاي؟ مربعه مدوره مثلثه. انا لازم اتجوز واحده تكون حلوه. لازم تبقى حلوه على اساس انها هتتجوز مين؟ براد بيت؟ على حضن اخوك. انت تقوم تعمل بقى كده؟ انا اخوك الكبير. انا اخوك الكبير يا طارق. شفت انت عملت ايه؟ شفت انت عملت ايه يا طارق؟ شفت عشان النيه. طارق بص هقول لك على حاجه. ايه يا عم انت بتنوده؟ يا عم انت مجنون يا عم. خلاص طارق، خلاص حياتي. تعالي شقي الستاره دي وتعالي لاخوك. وانا هعترف بحاجه، انا بقيت بحبك خلاص بجد. رغم كل اللي انت عملته. رغم كل اللي انت عملته بجد بقيتي تحبيني وحياه ربنا. طب دي جيب التعبان. لا بجد والنبي مش بحبك بالتعبان. اي حاجه على التعبين. اللهم صل على النبي يا جماعه. 72 سنه ولسه عمر. الله اكبر. اسمع، اوعديني يا بسمه انك ما تمديش ايدك. يا ابن الله اوعديني اوعديني. طب ماشي، عداله الزماء. لا لا بسمه بسمه بس. لا لا لبس تقل يا حيوان. بس يا بس حيوان. بس 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 مش هتعرفي تطلعي. والله انا هطلع. لا لازم اطلع انا الاول. مش هتعرفي والله. مش هتعرفي. وديني انا هطلع الاول. يا نهار ازرق. هجيبك على فكره. ممكن اشدك زي ما انت شدتيني. البنطلون هيقع.
الارض مزحلقه عادي. بص اهو اهو عادي. اروى ايه اللي حصل؟ افتح 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 افتح. لا انا قلبي بيتقطع، انا بحبك تخرب. اوه اوه لا ايه ده؟ لا 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 دي عنيفه. انا عارف اي حاجه تعملها لي في الارض. لا اعوذ بالله والله العظيم. معليش انا تعالى بقى يا بتشيلي فلوسك في البيت ولا في البنك؟ البنك. طيب والخاتم بتاع الخطوبه؟ كل حاجتي بحطها لو انا مش موجوده قوي في السيف. في السيف ولا في الشتاء؟ ايه اللي شدك في ابو هشيمه؟ جدعنته ولا وسامته؟ بيضحكني. بيضحكك؟ دي بتغلط يا ابو الرجال. امتى كانت اول تكه كده حسيتي انه في حب؟ اول مره شفته فيها صدفه حبيتي على طول. هو بيبقى شعور كده انه الشخص ده مش هعتقه، هقلبه. بيناديكي بيقول لك ايه؟ يعني كتير يقول لي ياسمنتي ياسمنتي الحلوه بقت حلوه بقت طعمه. طيب 3 زائد 5 3 زائد 5 غلط غلط. كل جدول الضرب عاملاها غلط. 2 في 4 ب 70 ازاي؟ كل جدول الضرب غلط كده. معلش مش عارفه احفظه عربي. لا هتعرفي تحفظيه بالعربي، ما تقعديش تعملي بقى مش عارفه احفظه وسط الحاجات دي، هتعرفي. طب ما تحفظوني بطريقتك. لا طريقتي هي كانت مره وخلاص. لا لا عشان خاطري والنبي عشان خاطري. اتفضلي. 2 في 2 ب 4 2 في 2 ب 4 2 في 3 ب 6 2 في 3 ب 6 يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي. بتبعت مسج لمين؟ أنا وصلت يا حمادة. بتضحك على إيه؟ هما بيبعتوا لك نكت ولا إيه؟ التنهيده دي رشقت في قلبي. شو هالحلو هيدا؟ كل ما بتصغر انت. الله اكبر يا اختي، خمسه وخميس. الله اكبر. دي هتديها بالقلم. انا كمان عندي مشكله، ما بعرفش انام غير الصبح. ايه المكياج ده كله يا انكل ابو المعاطي؟ ده مش ابو المعاطي ذكي يا جماعه، ده منى ذكي. ايه اللي مفيد للهالات السوداء دي؟ فيك تشرب مي كتير، ها اول شيء. ثاني شيء خيار. بس الخيار مفيش حجم على قد العين دي، انت ممكن تحط قطه. كل يوم قبل ما تنام حط قطع خيار على عينك يكونوا مسقعين. مسقعين؟ ايه. سلايس كده سلايس. سلايس ايه اللي يتحط تحت عينه؟ ده عايز عربيه خيار بالحمار بتاعها. لكن مفيش كريمات او مراهم او حاجه زي كده تبقى بس. لا مفيش كريمات، في مرهم تسلخات. السواد مش عايز يروح يا عم ابو المعاطي، ده انت عايز قلم فلوماستر.